صل وسلم وبارك عليه. يهران على مسهور الأكوان المرويين توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخوانه بني أديم من الطائفة النجارية ومكس فيهم شهرا سكيما يعانون سكما وسكوا ولما تم من حمله الرواجح تسعة أسهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي أنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحضيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلى له سنة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى على محمد مرحبا يا نور